احتجاجا على مشروع اصلاح انظمه التقاعد لمر في ظروف غير قانونيه، وحقيقه انه كان نكبه اليوم تاع الهجره، ويوم اسود في تاريخ الحياه السياسيه والنقابيه بالمغرب. وحنا كمنظمه ديمقراطيه الشؤون كنرفضوا هذا الاصلاح هذا اللي هو احادي، وكنطالبوا من هذا المنبر هذا ان هذا المشروع يرجع الى طاوله الحوار والى مؤسسه الحوار الاجتماعي، من اجل يكون عليه واحد التوافق بين جميع مكونات وممثلي الشغيره المغربيه. اذا هناك اليوم تحتج كذلك على قرارات الحكومه اللاشعبيه اللي في الحقيقه انها افقرت الفقير واغنت الغني، وبالتالي لم تلتزم هذه الحكومه بما اتفقت عليه وبما جاءت به في البرنامج الانتخابي. ومن اليوم هنا كنقول للشعب المغربي وكنقولوا لجميع المواطنين والمواطنات، علينا ان نتعبأ باش نسترجعوا الحقوق ديالنا، وتنطالبوا الاخوان والنقابات وجميع القوى الحيه في البلاد انها تعبأ وتتجند باش تكون واحد الجبهه نقابيه، واحد الجبهه وحدويه ضد هذه القرارات الرجعيه التراجعيه اللي فاقعه انها ستؤدي الى المغرب الى ما لا يحمد عقباه.